زوز جثث مش يكونوا موجودين في ليلة 6 مارس. انت عشكون؟ شنو اللي هزهم الغادي؟ وشكون اللي اقتل؟ حادث باش تفقد فيه منيرة حياتها على عين المكان، وباش يفقد فيه عبد الصمد ساقيه ويصبح غير قادر تقريبا على الحركة. أو نهار تتفقدهم ناقصين شي حاجة، فطور عشاء كذا، أو نهار جات للدار خملت وكذا وتفقدت الأمور، استخصيتوا فيها المرأة أنها تابت معناتها وتحب تشد ثنية مستقيمة. اسمع يا أخي، مش هذي زهرة؟ إيش بيها تسيح؟ ما يترددش مش يجبد موس ويضربوا به مباشرة. شاف المشهد وشاف بداية الأكسيون، قام باش يجري ويسيح ويخلط ويكمل عليه.